بالتحليل أستاذ ماجد، يعني هل النظام يمكن أن يستفيد من الاتفاق الروسي التركي أو تفاهمات روسية تركية نسمع عنها؟ خليني بالأول أقول لك أنه أنا أتفق مع ضيفك على أنه النظام يعني مثل الأطرش بالزفة ومدريان وين الله حيطه، والاتفاقات تجري من وراء ظهره ومن فوقه وهو لا يدري بالضبط. لكن بالنسبة للنقطة أيضا اللي أشار لها ضيفك أنه الهدف تحقق روسيا ولم يتحقق تركيا، هذا صحيح. من هون أنا يعني ما ردت أفوت لقدام شوي بالموضوع، هذا القصف المتبادل بين الأتراك والجيش الوطني من جهة وبين يعني عصابات أسد وقسد من جهة أخرى ربما يكون، يعني هذه قراءتي أنا، ليس لدي معلومات دقيقة بالموضوع، لكن ربما يكون هذا مقدمة للمرحلة الثانية، أي لوقف القصف المتبادل الذي لا يجدي والذي سيذهب بأرواح المدنيين وممتلكاتهم وكل هذه الاسطوانات التي تعاد في لحظة ما، لوقف كل هذا القصف المتبادل تعالوا نبحث عن حل. الحل يعني في المرحلة الأولى قد يكون سحب السلاح المتوسط والثقيل من قسد في منطقتي منبج وتل رفعت، وتحويله فقط إلى ما يشبه قوات شرطة في هذه المنطقة. هذا قد يكون حل لوقف القصف المتبادل في مرحلة لاحقة، وبالتالي يكون الروس حققوا هدفهم من الضغط التركي، والأتراك أيضا حققوا هدفهم من التهديد بالعملية وهو إبعاد قسد عن حدودهم. هذا أما النظام، يعني النظام لم يعد موجودا أصلا، النظام فقط موجود لأنه يشغل كرسي سوريا في المنظمات الدولية، حتى في المنظمات العربية في أغلبها لم يعد يشغل المنصب، لكن هو يشغل الموقع في المنظمات الدولية، وبالتالي الروس بحاجة إلى هذه الواجهة الكرتونية فقط لإعطاء شرعية قانونية على سلوكياتهم في سوريا. بلحظة قد تتغير الأمور، وبالتالي أنا لا أستطيع أن أقول أن نظام أسد يستفيد مما يجري، مع أنه ظاهريا يستخدم ما يجري لشد عصب الموالين له، لطمأنة الناس التي تعيش في تلك المناطق التي يسيطر عليها أنني قوي وأنني قادر، وعمليا هو ليس قويا وليس قادرا، بل ولا يدري أصلا كنه ما يجري وطبيعة التفاهمات التي يتم التوصل إليها سواء بين الأتراك والروس أو بين يعني أطراف دولية. تمام أستاذ ماجد، لكن هنا أسأل أستاذ أحمد،